الصعود إلى دوار الدار عبر هذا المسلك الضيق غير المعبد مغامرة محفوفة بالمخاطر، خاصة بعد تساقط ثلوج بلغ سمكها 10 سنتيمترات في القمة. تساقطات ثلجية خلال اليومين الماضيين عرقلت مهمة وصول العربات إلى بعض المنازل التي أحاطت بها الثلوج من كل جانب، لتفرض عزلة مؤقتة على أهل الدوار الواقع على ارتفاع يقارب 1500 متر. الناس كتكرفس وعاد يعني واخا الطوموبيلات كتشوف كرابوطاج وكتجبر الطريق يعني كيطيح والتراب كطيح من هنا، الحجر كيطيح من هنا، الطريق يعني هي عاديه ماشي غير معمده وكيطيح الحجر فيها، وهذا يعني ما تقدرش مرتهون، وعاد حسيره الطريق ماشي كبيره يعني كنتكرفس، ولا مرضت لك غير المراه سبحان او يعني شي ولد مريض او شي حاجه راه مصيبه يعني. المعاناه بزاف اخي، كيعانيو الناس من البرد، قله تدفئه، يعني اش نقول لك، ناقصين بزاف الحوايج هنا في هذه المنطقه، هذه الطرق. هذه التساقطات الثلجيه بالمنطقه الواقعه بنفوذ تراب جماعه ابن احمد مكزن بنواحي الحسيمه اعقبتها موجه برد شديد لم تترك للساكنه خيارا اخر غير قطع الاشجار المجاوره للتزود بحطب التدفئه اتقاء لتداعيات البرد القارس، حيث تنخفض درجات الحراره ليلا واول الصباح الى 5 درجات تحت الصفر. ايوا العواد كنجيبوهم النهار باش كتكون شويه الشمس، ما الا كان البرد ما عندك لين تمشي تجيب حتى شي حاجه، والو ما عندك ما تجيب. البرد ما جاش قصاح تما ديال الشمس الزنزار. بقيت في نسويد اسمع. نقوم دائما خلال هذه الفتره بجمع الحطب للتدفئه، لكن عندما تتساقط الثلوج تنقطع الطريق وهو ما يعيق امر التبضع والتزود بالمؤونه من الاسواق المجاوره، مما يفرض علينا عزله بهذه الجبال. يا رقيت في ذي قدرار. وتبقى ساكنة الدواوير الواقعة بمرتفعات ابن أحمد مكزن التي يفوق عدد سكانها أزيد من 10,000 نسمة الأكثر تضررا من هذه التقلبات الجوية. وقت ديال الشتاء كيعانيو بزاف من البرد وكيعانيو مع حطب التدفئة وكيعانيو بزاف ديال المعاناة، والتلاميذ هما كيعانيو لأن كينتقلوا من الدوار للمدرسة لأن ما كاينش فرعيات ما كيغطيو جميع الدواوير، كيعانيو في الصباح بكري كيكون البرد بزاف لدرجة الحرارة اللي كتكون تحت الصفر بعض الأحيان. وكاين معاناة اخرى اللي ملي كيطيح الثلج كتقطع الطريق. بقدر ما يتفاءل الناس هنا خيرا بهذه التساقطات المطريه والثلجيه التي روت الارض واينعت الزرع والدرع، بقدر ما يضعون ايديهم على قلوبهم خوفا من ان تنقطع بهم سبل التنقل والتواصل او تشتد بهم المعاناه جراء موجه البرد القارس التي اعقبت تساقط ثلوج حولت جبال الريف الى لوحه ناصعه البياض. What?